أنا اسمي غيث غازي صالح من محافظة حمام منطقة الغاب قرية اسمها جورين وهذه القرية متاخمة إلى حدود منطقة جبل الزاوية منطقة السرمانية جسر الشغور. نحن منذ أكثر من 10 سنوات نعاني هذه القرية من القذائف الصاروخية والمدفعية بشكل دائم ونحن صامتون وباقون في بيوتنا بأراضينا مستمرين مع قيادتنا الحكيمة جيشا وشعبا دائما وأبدا نحن باقون. بالنسبة للقذائف الصاروخية يوميا عتجينا من جبل الزاوية من منطقة دوير الأكراد. بالفترة الأخيرة من 2 و3 صرنا نشوف الرتل التركي يجي على المنطقة الذي لا يبعد مسافة 2 كيلومتر عن أراضينا الزراعية. حرمونا من زراعة أراضينا. أنا عم بشوف الرتل التركي بعيني، لا حدا عم يحكي لي ولا حدا عم يناقشني بهالموضوع، أنا عم بشوفه والناس كلها بتعرف. المدفعية عم تضربنا مدفعية تركية بالإضافة بتوجيهات للمسلحين عم يضربوا بشكل يومي قذائف صاروخية. نحن التركي عم نشوفه يا جماعة، أنا عم بشوفه بعيني، الرتل كيف نازل من جبل الزاوية بينزل على منطقة الغاب منطقة المنصورة بيمتد للزاوية الشمالية الشرقية وهي فريكة العبيد تغذية المسلحين من هنيك. أنا عم بشوفهم بعيني يعني، فهذا الموضوع قائم. نحن باقيين، حرمونا الزراعة، حرمونا حياتنا اليومية، وظائفنا ما عم نسندوسها، أطفالنا، أنا ابني صف سادس اليوم ما بيعرف يكتب، ما بيستر يخليه ينزل على المدرسة. القذائف عم تنزل ضمن المدرسة، ضمن السكن، ضمن التجمعات، على مستوى تعزي من 2 ضربونا بالعزاء، ونحن عم نعزي أحد التعازي. فيا جماعة هذا حالنا، وهذا حال المجتمع الدولي كله. مأساة حقيقية، ما حدا يقول إنه نحن بأمان، نحن لسنا بأمان. الجانب التركي خرب الأرض، ما بس المسلحين، الجانب التركي خرب الأرض، الجانب التركي خرب الأرض. وشكرا، وهذا حالنا. ونحن انا عندي شهيد من 20 حزيران اجت قذيفه صاروخي طفلي عمره 3 سنوات ماسا اكرم صالح واخوه هود اكرم صالح العمر 5 سنوات. الطفل استشهد والاب مصاب لحد هذه اللحظه مصاب والطفل لحد الان ما يتعالج.